سفراء فوق العادة دائما ما نشير بالبنان لكل من يستحق أن يكون سفيرا فوق العادة. في بلدنا مصر هناك العديد من الشخصيات التي تستحق بالفعل أن يوضع على صدرها سفير فوق العادة. أهلا بكم في لقاء جديد، لقاء خاص الحقيقة، بنسعد في تكريم واحدة من الشخصيات المصرية الأصيلة، بنت البلد، بنت بورسعيد. تعالوا معنا النهاردة في لقاء يتجدد وسفراء فوق العادة. معنا سيدتي وسادتي في لقاء الليلة من سفراء فوق العادة، ابنة محافظة بورسعيد الحرة، السيدة الدكتورة سهير فاضل، سيدة الأعمال ورئيسة مجلس إدارة الشركة الاتحادية جروب للاستثمار العقاري وإدارة المشروعات، سفيرا فوق العادة. أولا احنا في القاهرة، انت بنت دمياط وتربيتي في بورسعيد، وطبعا معروف بنات بحري بالوطنية والحماس وحب دايما والطموح دايما والإنجاز. نقول نتعرف كده في لوحة على سهير فاضل، الشابة ثم السيدة ثم سيدة الأعمال، تفضل. وزي ما حضرتك قلت، أنا أصلا دمياطية، تربيت شوية في دمياط وبعدين كملت المسيرة في بورسعيد، وبورسعيد دي من أجمل المحافظات في مصر طبعا. طبعا. وأول بيزنس عملته كان في بورسعيد، بلد جميلة في كل حاجة حتى في ناسها. البلد اللي حاربت في 67 وفي 56 طبعا. يعني الستات كانوا بيحاربوا بغطا الحلة. يعني كل ست بورسعيدية من معها السلاح بتجيب بغطا الحلة وتضرب بالعساكر الإنجليز، ودي حاجة معروفة في طبعا يعني تاريخ بيذكر تاريخ. حبيت بورسعيد وعشقتها طبعا، واشتغلت في حاجات كتيرة، عملت محلات ملابس وعملت يخوت سياحية شغلتها في الغردقة، دي كانت البدايات بتاعتي. وفي قطع الغيار المستعملة، قطع غيار السيارات فعلا؟ كنت بسافر ألمانيا أجيبها والدنمارك. وبعد كده انتقلت للقاهرة، وحبيت أعمل جنب ما أنا بعمل في بلدي حاجة لمصري بقى. إن طبعا السيد الرئيس أوصى إن المجال العقاري والبناء ومساعدة الشباب برضو يعني طبعا، فبعمل حاجة على قدي كده، كمباوند بسيط في الساحل، لسه قدامه فترة يعني سنة عشان يخلص. ده باكورة المشروعات يعني؟ ده بداية المشروعات في الاستثمار العقاري، لكن هنعمل حاجات بقى إن شاء الله للشباب قريب بإذن الله بإذن الله، وحب أعملها بورسعيد. طيب دي كانت مرحلة فنم، مرحلة بورسعيد دي كانت مرحلة الشباب والبداية والانطلاق. اتجوزت وخلفت فيها كمان هناك، عندي أربعة، ثلاث ولاد وبنوتة. مين هم بقى أولادنا كده؟ محمد مع بكالوريوس تجارة إنجليش وماسك المحلات بتاعتنا في بورسعيد، ومحمد مع بكالوريوس محاسبة ما شاء الله، ومحمود مع حاسب آلي ما شاء الله، وفاطمة بكالوريوس خدمة اجتماعية، وكلهم متجوزين ومخلفين وعند ست أحفاد. بس احنا مش هنقول كده بقى، مش عايزين نقول. ما شاء الله. لا انا سعيدة بفرح قوي يا دكتور لما بقول انا عندي ست طبعا أحفاد. طبعا شيء جميل، لكن كلهم حضرتك مقيمين في بورسعيد. ده دليل ان البداية والنشأة دي أثرت في حضرتك. عندهم انتماء لبورسعيد، ما بردوش يجوا حتى زيارات القاهرة. شركة الاتحادية جروب للاستثمار العقاري وإدارة المشروعات، نحسبها بدقة، إبداعات هندسية وبحيرات صناعية، فكر هندسي فريد، شعارنا ثقة العميل هدفنا، المشروع
فرصة ذهبية للأشقاء العرب في أقطارنا العربية لاقتناء جوهرة سكنية في مشروع بارادايس السياحي. بعد المسيرة دي في بورسعيد أبنائك بيعملوا؟ الحمد لله. فادي طالعين بيشربوا من بورسعيد، يبقى أنا من حقي أن أترشح إلى مجلس النواب القادم كواحدة من بنات بورسعيد. ده كان يعني السلوجان أو الكلام بتاع حضرتك، صح؟ بس بناء على رغبة ناس كتير عندي في بورسعيد، يعني مش أنا اللي ابتديت وقلت أنا عايزة أدخل المجلس. وحتى لو قلتي ان انا عايزه ادخل مجلس، ده شرف، ده شرف لكل حد ان هو يبقى تحت القبه البرلمانيه. طيب. طبعا يبقى اذا حضرتك وراكي او خلفك عدد كبير من البورسعيديه. الحمد لله. عن اني منطقه فندم؟ ان شاء الله شرق. شرق، شرق دي بتضم عدد من الاحياء. انا عارفه اللي هو اصل بورسعيد. حب الناس هو اللي بينجح الناس، مش يعني انا عايزه اترشح عشان اخدم شعب بورسعيد. لما طلبت من الدكتوره سهير فاضل ان هي تتقدم للترشيح لمجلس النواب، عملنا فريق عمل وانتجنا برنامج طموح يفي باحتياج المواطن البورسعيدي بما يتوافق مع انظمه الدولة. أنا أعرف جرأة الدكتورة، جرأتها في الحق تناول القضايا، وفي تناول القضايا وجرأتها في الحق، وده اللي مطلوب من النائب، إن أنا أسمع شكوى المواطن وأحاول أوصل صوته للقيادة السياسية والمجلس الشعب لحل المشاكل العالقة في بورسعيد. النائب يعني اللي بيخدم بلده واللي بيدرس ايضا ايه هي متطلبات بلده في هذه المرحله. اعتقد ان احنا مصر عاشت وبتعيش الان مرحله من التقدم في كافه المجالات طبعا، وكل ما بنتقدم بتزدهر مصر، بيزداد اعدائها. هيك شايفه الان من الجنوب سد النهضه، ومن الغرب ليبيا، ومن الشرق يعني هناك اعداء كثيرين لمصر. بالظبط كده، لكن يعني يعني دايما الواحد يقول اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. نعم. لان احنا معانا رئيس بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيه، طبعا رجل مخابرات فاهم كل اللي بيحصل وساكت، لكن ساعه اللحظه اللي هو بيقوم ما عندناش كلهم بيناموا. يعني هنتكلم بالبلدي كده، قاري الخريطه يعني. قاري ومعاري. الناس عماله بقى تهلل وتقول سد النهضه، مش هو عارف هيعمل ايه في اللحظه المناسبه. في اي مشكله خارجيه هو بسم الله ما شاء الله مصر تقدمت بالسيد الرئيس او بفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. انا حاسه كده احساسي ومش بجامل علشان انا قدام كاميرا، ان مصر تقدمت 20 سنه. وقدام فعلا دي حقيقه. في كافه المحاور يعني. بالظبط، الطرق والكباري والاسكان بتاع الشباب وفرص العمل اللي وفرها للشباب والتامين الصحي اللي عمله في بورسعيد، طبعا دي حاجه جميله. بدا بورسعيد يعني رقم واحد محافظة يعني بورسعيد، ودي حاجه جميله لان اول رئيس يهتم ببورسعيد بعد الراحل السادات هو السيد الرئيس. طيب حضرتك هتوجهي، طالما حضرتك جبت سيره طبعا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، نسال الله سبحانه ان يعين هذا الرجل على التحديات التي تواجه مصر في هذه المرحله. اكيد حضرتك مباشره هتوجهي رساله تقدير مشفوعه بتصور الى فخامه الرئيس. اتفضل. يعني احنا في الاول في الاخر لازم ندعي له ان ربنا يعينه علينا داخليا كشعب، ويعينه خارجيا على الناس اللي هي عايزه تحاربه من كل ناحيه. ويعني عايزين نقول له سير واحنا كلنا في ظهره، وانا بتمنى ان هو يفضل رئيس لمصر طول ما انا عايشه. ايه الامنيه اللي تتمنيها ان تتحقق في عهد الرئيس؟ اتمنى ان ما يبقاش في بطاله للشباب، لان الشباب تعبان جدا. ونفسي ومن أمنياتي إن كل شباب مصر تشتغل وما يستنوش الوظيفة.
وتؤكد الخبيرة الدكتورة سهير فاضل والتي تحوز على ثقة أبناء مدينتها الحرة مدينة بورسعيد بأن الارتقاء بحياة المواطن والشباب ومنحه الثقة في وطنه وأمته وإتاحة الفرصة للعمل لهؤلاء الشباب بما يحقق الاستفادة الكاملة من إمكاناتهم وحماسهم تعد هي الرسالة الأسمى التي تسعى إليها خلال مسيرتها في خدمة المجتمع. دائما ما بنشرف في لقاءاتنا مع سيدات مصر العظام انه بيكون دائما خلفهم مؤسسة ناجحة، واعتقد انه نجاح هذه المؤسسة بترشد الى انه النائبة سوف تنجح في دائرتها وتنجح في منطقتها ان شاء الله. يعني شركة اتحادية جروب للاستثمار العقاري شركة في مجال ريال استيت في مجال العقار، اختيار حضرتك المجال ده كان ايه سببه؟ والله انا حبيت اعمل حاجة برضو اساعد برضو بلدي بيها، ان انا لما هعمل الكمباوند دوت سوقته برا مصر علشان يعني اجيب رجال الاعمال العرب الشخصيات العربية هيشتروا مثلا في الكمباوند شاليهات او فيلل، فاكيد هيجوا يستثمروا في مصر وان ما بوش يستثمروا هيجوا يصيفوا فكده برضو انا بعمل دخل البلد. يعني انت بتفيدي بلدك وفي نفس الوقت بتستقبلي ضيوفنا من الاخوه الاشقاء العرب. طبعا اخواتنا عامله لهم اسعار جميله جدا وعجبتهم، والحمد لله تعاقدت على يمكن 50% لحد دلوقتي، واحنا لسه يعني بنشتغل فيه. احنا على 3 مراحل 3 سنين، بس موضوع الكورونا طبعا عطلنا شويه فممكن نمتد 6 شهور اكتر. فرصه كمان انه هذا المشروع العقاري اعتقد في الساحل الشمالي. في الساحل الشمالي اسمه بارادايز للسياحة. كيلو 63 ده موقع متميز يا فندم. موقع متميز الناحية المقابلة لقرية التجاريين. بالظبط. اعتقد المشروعات اللي هي في الناحية المقابلة نجحت زي مارسيليا وزي طبعاً من المشروعات الكبيرة. انا اتمنى طبعا ان انا ابقى على نفس المستوى واحسن كمان. يعني البداية كويسة وبالتالي المستقبل هيكون أفضل. حضرتك الرسومات كلها والشاليهات والفلل بالضبط كأنك في أوروبا في مصر. بس احنا بلدنا احنا من أوروبا. طبعا بس احنا برضو يعني كديكورات وكشكل رسومات هندسية عملتها على جزر المالديف. الشركة الاتحادية للاستثمار العقاري وإدارة المشروعات، الاسم المتميز في مجال الاستثمار العقاري. نلتقي طبعا في تكريم الأستاذة سهير فاضل الناشطة المصرية العربية. مفيش شك ان احنا بنلتقي مع عدد من الشخصيات المرافقة للمكرمة الليلة الدكتورة سهير، نتحدث عن مسيرتها وعطائها وطبعا دعمها للمرأة البورسعيدية والمرأة المصرية بوجه عام. يمكن هو الدور الموجود اللي لابد أن تكون فيه المرأة الفترة اللي احنا فيها دي، تمكين المرأة شيء ضروري جدا، واحنا شايفين الأداء اللي يعتبر أداء محترم جدا للسيدات النائبات المحترمات اللي موجودين في البرلمان، فعايزين ندعم التجربة دي بأعداد كبيرة جدا. بالنسبة للدكتورة سهير يمكن أنا ممكن أتكلم على إن أنا لمست عن قرب يعني الحماس اللي موجود عندها كسيدة أعمال وكحتى في كالمجتمع في المجال العام، يعني هي حتى في شغلها في المجال العام أنا عن نفسي أؤيد أن يكون في حد زي الدكتورة سهير موجودة في البرلمان تدعيم لقوة المرأة وتمكين المرأة في الأداء البرلماني. حضرتك بلغتها أنها هيكون هناك منافسة شريفة مع شخصيات أيضا كبيرة في بورسعيد. أكيد طبعا، ولابد أن تكون المنافسة أصلا شريفة. حضرتك بورسعيد بتمثل بالنسبة لك الوطن، بتمثل بالنسبة لك البيت الحنين. هو الوطن الأكبر مصر. والبيت هي بورسعيد بالنسبة لي. بورسعيد يعني بغض النظر بقى عن مش هنتحدث في برنامجك الانتخابي او انت، لكن انت امنياتك الشخصية العامة في بورسعيد انك تعملي ايه؟ عايز اعمل حاجات كتيرة للغلابة خاصة وللشباب اكتر، لان الشباب في بورسعيد تعبان جدا
وظروفهم المادية سيئة، لازم يكونوا منتجين ونعمل حاجات للشباب تلاقي فرص عمل في الإنتاج. طيب هل من خلال جولاتك في بورسعيد أنت بتقابلي سيدات كتيرة في بورسعيد؟ كتير جدا. طيب على مستوى السيدات، هل كان لك مخطط أنك تعملي حاجة بالفعل يكون فرصة أنهم يكونوا منتجين داعمين للاقتصاد البلد؟ عايزين نعمل لهم حاجات زي كده وهنحتفظ بيها في الوقت المناسب، خاصة الأرامل والمطلقات، في ناس كتيرة شهداء في بورسعيد على فكرة، وهم اللي كانوا بيقولوا الأسرة، المرأة المعيلة، المرأة المعيلة عايزين نقف جنبها طبعا، والناس اللي اتظلموا في الإسكان الاجتماعي عندنا في بورسعيد وكان لهم الحق ياخدوا شقق وما أخدوهاش، عايزين برضو نجيب لهم حقوقهم دي إن شاء الله. حضرتك شايفة إن في محافظة بورسعيد في امتداد ممكن يتم فيه عمل مشروعات سكنية؟ يعني ما زال في أراضي كتيرة في بورسعيد؟ هي بورسعيد مساحتها طبعا مش كبيرة زي محافظات القاهرة والمحافظات الأخرى، لكن في يعني أنت بره البلد في أماكن كتيرة، يعني مش شرط بقى إن أنا أتكدس جوه بورسعيد. بالظبط هو ده اللي يعني أنت عندك وأنت رايح دمياط في أماكن، وأنت رايح على القاهرة في أماكن، وشرق التفريع في أماكن كتيرة في بورسعيد، يعني لسه أراضي. أنت حضرتك فتحتي بموضوع مهم جدا، إن إحنا بعد ما بنعدي الجمرك وبنبدأ في المنطقة الصناعية بنشوف أراضي فاضية كتير كتير جدا. وما بيتعملش فيها حاجة، فليه ما تتبناش للشباب ونقعد نقول ما عادش مساحات ما عادش أراضي؟ ده في أراضي كتيرة جدا. بس ما اعرفش عينينها ليه. طيب في محافظات كتيرة عملت المنيا الجديدة، بني سويف الجديدة، المفروض يبقى في بورسعيد الجديدة. ده اللي بسأله، ايه المشكلة؟ ما ده يعني ده بسأل حضرتك، اتصور ان انت من ضمن خطتك القادمة يكون في بورسعيد الجديدة. ياريت الشباب، ياريت توسع على ناس كتيرة وعلى شباب كتيرة. هل هناك مصانع لفاضل في بورسعيد؟ طبعا مصنع الملابس بتاع فاضل مش بتاع لوحدي. يعني قال فاضل كله، قال فاضل. طب يعني اذا حضرتك برضه مصر انك تكملي في نفس هذا برضه المجال، لان ده مجال صناعي مهم يعني. طبعا انا المجال الاساسي بتاعي في الاول خالص في بدايه المنطقه الحره كان الملابس، الملابس، وما زلت جنب شغلي ملابس، بس لما استكان لحد من اولادي يعني بيحب التجاره زي. طيب اللي في المجال العقاري، لان حضرتك انضميتي حديثا الى المجال العقاري، تحب تقول لهم ايه؟ مطورين بناة العقار اللي بيعملوا كومباوندات وبيعملوا المشاريع والقرى السياحية، تقول لهم ايه؟ اقول لهم بلاش يعلوا الاسعار على الناس، يعني في ناس بتبقى عايزة تاخد شاليه يروحوا يصيفوا فيه بدل الفنادق اللي بيدفعوا فيها 3000 و4000 جنيه في الليلة. فيقول لك انا لو اخدت لي صغير كده في اي مكان، في الساحل، في السخنة، في اي مكان، بس عايزه رخيص. النهاردة الشاليهات بملايين، ملايين. انا لو الاسعار عندي عالية بس مش للدرجة دي، وعشان كمان انا بفرش الشاليه، يعني انا بدي لك الشاليه مفتاح كامل، يعني بعمل لك ديكورات وبفرشه، والفيلل نفس النظام، في مساحات مختلفة. انا عندي هنقول عليه قصر بقى مش فيلا، 2000 متر بحديقة، عندها 20 عندها 20 قصر، 2000 متر داخل هل ليك طموح انك انت يكون ليكي مشروع اخر عقاري في مدينة بورسعيد نفسها؟ على نفس الشكل بالظبط، بس عايزاها للشباب. مش عايزه اقول للشباب وبعد كده زي ناس كتيره بدون ذكر اسامي اخذوا اراضي رخيصه من الدوله باسم الشباب وعملوها استثماري باسعار خياليه. انا لما اقول للشباب عايز اعملها للشباب. وهل يعني عندك الطموح انك تعملي هذا المشروع؟ طبعا، وندخل فيها التمويل العقاري، ليه لا؟ بالظبط كده، بالظبط، عشان تكون بحيث الشاب اللي ما معهوش تمويل العقاري يدفع له وهو يسدد للبنك. طيب اللي زي ما بيقولوا الست البورسعيديه جدعه جدا، قويه جدا، شخصيتها قويه، هتكلميها تقولي لها ايه في حلقتك وتكريمك؟ بقول الست البورسعيديه بالذات، طبعا كل المحافظات اخواتي وحبايبي الستات، بس الست البورسعيديه بالذات تعبت جدا وشقت وعاطت المسؤوليه كله على دماغها مش على الراجل على فكره.
يعني اولا ست بتشتغل وبتربي اولادها و يعني لما بيبقى في مشكله في الاسره هي اللي لازم تحلها. فالست البورسعيديه بقول لها ربنا يعرف ميزان حسناتك، وعلى قد ما تعبتي ان شاء الله هتلاقي مردود باذن الله. جميل. اخيرا انا شايف صور جنب حضرتك، يعني السيد عمرو موسى، السيد عمرو الغيط، طبعا كلهم شخصيات وقمم وقيمه كبيره جدا. يا ترى دي كانت مناسبات ايه؟ ده كانت الافتتاحيه في جامعه الدول العربيه لعده مشاريع من ضمنهم المشروع بتاعي. فعلا يعني هم حضروا الافتتاح برادايز برادايز للسياحه. يعني ده تواجد كمان مع شخصيات ليها ثقل، وانت حضرتك برضو اعتقد في بورسعيد اما هيكون ليكي برامج انتخابيه هيجي عدد كبير من الشخصيات. اكيد ان شاء الله هدعو عدد كبير من الشخصيات المهمه في الدوله عشان برضو بورسعيد تظهر تاني على الساحه. من خلال المسيره اللي احنا عرضناها في هذا اللقاء حول مسيره الاستاذه الدكتوره شهير فاضل بورسعيد، وايضا اللي اتولدت في محافظه دمياط، محافظه جميله، واللي عاشت طوال حياتها وابنائها ومسيرتها كلهم في محافظه بور سعيد، يعني بتكرم كسفيره فوق العاده لبلدها ولمحافظتها محافظه بور سعيد. ولعل هذا التكريم يكون بدايه بكوره ويكون يعني وشنا حلو على طبعا المرشحه المنتظره ان شاء الله محافظه بورسعيد. اسمحوا لنا حضرتك نحييكي ونقول لك حضرتك الليله سفير فوق العالم. يقول ستظل مصر غنيه بابنائها الشرفاء والمجتهدين في كافه المجالات ينشرون العلم والمعرفه رافعين رايه العزه والكرامه. يا ترى تقولي ايه لتكريم؟ انا متشكره جدا لحضرتك يا دكتور، وانا اتشرفت بيك اكتر من التكريم كمان، وجودك اسعدني جدا انت وفريق العمل، ودايما كده في تقدم، وبتمنى لكم الخير والسعاده ان شاء الله، ومتشكره جدا على التكريم. اسمح لي نتشرف حضرتك يا ولد. زكريا دياب، مقدم برنامج صوت المواطن ورئيس مجلس اداره جريده الغلابه نيوز. الغلابه نيوز حلوه دي. وملقب في بورسعيد بصحفي الغلابه. صحفي الغلابه، صحفي الغلابه، دايما مع الغلابه. يعني حضرتك بتلمس بقى كل ابناء بلدي من الغلابه والمهمشين، دايما انا والدكتوره سهير دايما في خدمتهم، هنفضل في خدمتهم. ودول حضرتك محتاجين صوت يوصل ليهم. اكيد طبعا بمجهود حضراتكم وبمجهود الدكتوره سهير وبمجهود الاوفياء من ابناء الوطن سيصل اصوات ابناء بورسعيد ان شاء الله باذن الله. سيادة المستشار، يعني تعقيبك على تكريم الدكتوره سفير فوق العاده، اولا حضرتك بتراها مسؤوليه؟ طبعا دي مسؤوليه كبيره جدا، واحنا نعتبرها ان شاء الله بشرة خير وبدايه، يكون ان شاء الله التكريم الجاي وهي بتستحق منصب او كرسي نائب في البرلمان باذن الله. معنا سيدتي وسادتي في لقاء الليله من سفراء فوق العاده، ابنه محافظه بورسعيد الحره، السيده الدكتوره سهير فاضل، سيده الاعمال ورئيسه مجلس اداره الشركه الاتحاديه جروب للاستثمار العقاري واداره المشروعات، سفيرا فوق العاده. في ثلاث نجمات على صدر المكرمة الليلة الدكتورة سهير فاضل سفير فوق العاد. النجمة الأولى، أنا هخلي طبعا سيادة المستشار وحضرتك بقى هتشارك معايا في هذا الأمر، أنا هقول النجمة الأولى وأنت تقول النجمتين التانية. أولا النجمة الأولى تقديرا لبداية مسيرة الحياة الدكتورة سهير، هي بتعمل، اتولدت في دمياط، عاشت في بورسعيد، عرفت مشاكلهم، عشرة كل الناس اللي موجودة، العشرة المجتمعية الجميلة اللي بتؤكد أصالة المجتمع المصري، أولادها كلهم في بورسعيد، بيعملوا في بورسعيد، مفيش حد فيهم خرج من بورسعيد وجاء إلى القرية أو جاء إلى المدينة أو القاهرة أو اسكندرية، لا كلهم في بورسعيد،
وايضا كمان ربنا يديها الصحه الاحفاد هيكملوا هذه المسيره. فالنجمه الاولى تمنح لمسيره سيده فاضله خلال مرحله مهمه جدا من عمر الوطن. طيب النجمه الثانيه سياده المستشار نديها مقابل. النجمة التانية نعتبرها تكليف زي ما حضرتك قلت، ودلوقتي بقت مسؤولية على عاتقها ان هي تكون ممثلة للمرأة البورسعيدية خاصة والمرأة عموما، ونعتبر ان ده مش تشريف بقدر ما هو تكليف لمسؤولية جديدة، وان شاء الله تكون على قدها وعلى قدر هذه المسؤولية. كلام جميل جدا. طب حضرتك طبعا كإعلامي بقى، مش إعلامي غلابة، أنت إعلامي بقى النواب دلوقتي ما شاء الله، ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. النجمة التالتة هنديها للدكتورة سهير لما سبق وحاليا لما سبق من أعمالها الخيرية للي بيطلبها وبيطلب مساعدة منها. سيدة عرفتها بأخلاق كريمة، بنت بلد، بيتقال عليها بنت بلد وقت الشدائد. هنتهلها في الوقت الحالي لان احنا بنحملها مسؤولية كبيرة تجاه ابناء بورسعيد وشعب بورسعيد ومشاكل شعب بورسعيد، تمثلنا في البرلمان وتكون خير صوت لنا في البرلمان ومطالب ابناء الشعب البورسعيدي، وتكون عملها خالصا لوجه الله والوطن ولأبناء بورسعيد. جميل. طب نفترض احنا دلوقتي في اجواء الانتخابات، وطبعا كل مرشح بيختار شعار، بأمانة شديدة ايه الشعار اللي تتمني ان انت تختاريه وتلاقيه موجود؟ شعار الحق يعني اكيد. اتمنى اكون عند حسن ظن الشعب البورسعيدي. كمان الشعارات، الشعار هناك اختيارات للمرشحين، ميزان انا كنت هفتكرك هتختاري الهلب عشان يعني بورسعيد. لا الميزان، لا الميزان، ميزان الحق. مجمعين كلنا على الميزان، ميزان الحق وميزان العدل وميزان التصدي لاي فساد في الدولة المصرية وفي بورسعيد وفي جميع أنحاء الوطن. جميل جدا. مشاهدينا الأعزاء، بتكريم الفاضلة الأستاذة الدكتورة سهير فاضل وضيوفها الكرام، الحقيقة فريق عمل ممتاز الحقيقة اللي بيمثلوا خطوة متميزة. وعد بأن نأتي إلى موقع كل من يستحق أن يكون سفيرا فوق العاد. ولعل المرأة المصرية منذ تاريخها العريق، المرأة المصرية بتقود شعب، بتقود أمة، ملكة متوجة، المرأة المصرية والحضارة المصرية الفرعونية. سمحونا نقدم هذه الهدية التذكارية اللي بتمثل المرأة وأيضا الفرعونية المصرية القديمة التي قادت أمة بأكملها، تقديرا للمرشحة المحتملة الدكتورة سهير فاضل إن شاء الله. على فكرة ده أيضا بتوضح موسم الحصاد وأيضا الموسيقات التي كانت تعزف قبل الحصاد، فلعلها يكون خير دائما لحبيبك. طبعا الفقرة الأخيرة هو طبعا الفقرة الهامة، أنه طبعا عضوية الدكتورة سهير فاضل في سفراء فوق العادة بعد أن تم طبعا يعني فوز البرنامج في إحدى حلقاته في مهرجان دبي للإعلام. الدكتورة سهير عبد السلام فاضل طبعا هي رئيس مجلس إدارة الشركة الاتحادية أو الاتحادية جروب للاستثمار العقاري وإدارة المشروعات، المنصب الشرفي سفيرا فوق العادة مع مرتبة الشرف العليا. لعل القائد يكون يعني فهم طيب لهذه المرحلة المهمة. أخيرا يعني شعرنا احنا الحقيقة مع المرأة المصرية أنها المرأة التي تعمل وبإخلاص وبجد وبتفاني ودون مقابل من أجل هذا الوطن. سادتي وسادتي، دائما بنوعدكم أن احنا نأتي إلى من يستحق أن يكون سفيرا فوق العادة، وما أكثر هؤلاء في بلدنا الغالي مصر. عاشت مصر وحفظ الله مصر ورئيسها وجيشها. دمتم في أمان الله.